فلا يجوز أن تسأل أحدا إلا ما لا بد منه، كما لو كان الإنسان مضطرا أو محتاجا حاجة شبه ضرورة، فحينئذ لا بأس أن يسأل. أما بدون حاجة ملحة أو ضرورة فإن السؤال محرم، وقد وردت أحاديث في التحذير منه، حتى أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يأتي يوم القيامة وما في وجهه نزعة لحم والعياذ بالله، قد ظهر منه العظم أمام الناس في هذا المقام العظيم المشهود. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يسأل الناس شيئا، حتى كان صوت أحدهم يسقط من على راحلته ولا يقول لأحد ناولني الصوت، بل ينزل ويأخذ الصوت. والإنسان الذي أكرمه الله تعالى بالغنى والتعفف لا يعرف قدر السؤال إلا إذا ذل أمام المخلوق. كيف تمد يدك إلى مخلوق أعطني وأنت مثله؟ إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.